إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، تكلمنا في خطب مضت حول حال الروح وكيف يعرج بها إذا كانت مؤمنة، وكيف يكون مصيرها واحتفاء الملائكة بها، ثم كيف ترد هذه الروح بعدما تكتب في عليين وترد إلى الجسد، فيسأل المؤمن عن ثلاثة أصول، وهي: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ تكلمنا عن حال هذا الإنسان كيف يجيب، ويقال له: على اليقين عشت وعليه مت. فيكون حاله أن يكون من الناس الذين يبشرون، فتفتح له نافذة عن شماله فيها مقعده من النار لو كان عاصيا، فينظر إلى ذلك فيرهب من هذا، فتغلق النافذة ويقال له: هذا مقعدك لو كنت من أهل النار. ثم تفتح عن يمينه نافذة أخرى فيرى مقعده من الجنة، فيفرح ويقال له: هذا مقعدك من الجنة. فيقول: ربي أقم الساعة، أقم الساعة، يعني يطلب من الله، لأن الإنسان يتعجل، وإذا رأى الجنة لا ولن يصبر عنها طرفة عين. إذا رأى الإنسان مكانه، كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أن أحدهم أو أبا دجان لما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ما لبث أن يصبر أن يأكل تمرات، وقال: بخ بخ، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لتعجب من موقفه هذا. عباد الله، إذا كان الإنسان في هذه المرحلة وهو من المؤمنين، فإنه يفرش له من الجنة ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما يسألونه ويقولون، يعني يقولون له: هذا مقعدك من الجنة، يقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وفي رواية: فيأتون به أرواح المؤمنين. انظر، بعد السؤال وين يروح؟ أين تذهب الروح بعد السؤال؟ تذهب إلى أرواح المؤمنين، تمشي إلى أرواح المؤمنين. وين أرواح المؤمنين؟ هذا مما سنتكلم عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في عجالة، وما سيكون لنا من درس قادم أو من خطبة قادمة إن شاء الله عز وجل حول حياة البرزخ، وكيف تكون الأرواح والأجساد في هذه المرحلة التي هي مرحلة ما بين القيامة الصغرى التي هي موت الإنسان، إلى القيامة الكبرى التي يكون فيها مبعثنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. فيأتون به أرواح المؤمنين التي تكون في السماء السابعة، فيقولون كما قال عليه الصلاة والسلام: فلهم أشد فرحا. يعني المؤمنون كي يكونوا في السماء السابعة، ما عندناش حنا الأرواح، هنا ما كاش أرواح، لا يوجد أرواح، يعني لا يوجد. لذلك يا عباد الله، من الخرافات التي التصقت بنا عن جراء الأفلام التي نشاهدها، فهم لا يقولون عالم الجن وعالم الإنس، يقولون عالم الأرواح، يقولون عالم الأرواح. لماذا؟ لأن هذا المنطلق الإلحادي، منطلق الإلحادي على أساس أن الروح تجول وتصول أينما شاءت، وعلى خلاف ما جاء في بلاغات الإمام مالك رحمه الله، الذي قال: بلغني أن الروح تسرح حيث شاءت. تسرح حيث شاءت أي في الجنة، تسرح حيث شاءت أي في الجنة، وليس مثل الروح التي تدخل في هذا الجسد ثم تدخل في الجسد الجديد ثم الجسد الجديد. فهذا لا يعتبر من الدين أصلا، هذا إلحاد. ولهذا إخواني الكرام، الأرواح عندها مستقر، عندها مكان، ولهذا سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى أين ستذهب هذه الأرواح. أما روح المؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلهم أشد فرحا، يذهب بها إلى أرواح المؤمنين. الأرواح تتعارف فيما بينها، يعني انت كي يموت لك واحد درك الآن، هذاك الإنسان كي يروح، الروح نتاعو بعد السؤال تذهب وتجد العائلة الأخرى الذين ماتوا من قبل وسبقوا، إنه لا يلتقي بهم، يعني يلتقي بهم ويسألونه كما نتلقاو احنا في الدنيا هكذا، يسألونه عن أشياء. قال: فلهم أشد فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ يعني يسألون، أرواح راهي تسأل، وهذا فيه دلالة على أن الروح ما عندها حتى معلومة كي تجي توقف أنت عند رأسها في القبر، فقط الدعاء وزيارة القبر للدعاء. يعني أما تتكلم على القبر وتقول: يسمعني، كما يفعل بعض الخرافيين،
فهذا من الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. إنك لا تسمع الموتى، ولا تسمع الموتى ولو أنها في سياق آخر، فهو هي قاعدة كونية، قاعدة كونية أن الميت لا يسمع، لا يسمع الميت إلا من شاء الله أسمعه، إلا من شاء الله، حالة استثنائية. أما الميت فلا يسمعك، تقول له أعطيني ولا جيب لي وراني صرات كذا، تحكي له حكايتك، هذه ما يسمعكش، دير في بالك أنه ما يسمعش. كاين حالات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، إنه لا يسمع قرع نعالهم كما قلنا في الخطبة الماضية، كي نكملوا ندفنوه نحطوه، حنا كي نكونوا رايحين هو يسمع قرع نعالنا، وفي بعض الروايات يسمع نفض أيدينا من التراب. يعني الآن إحنا كي نروح ونجو رايحين يسمع القرع النعال برك هذا مكان، بعد ذلك لا سماع، ما تبقاش الروح في الجسد، ما تبقاش الداخل، الإنسان ما يبقاش في داخل القبر، كاين حياة أخرى في القبر سنتكلم عليها لاحقا إن شاء الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فيقول فيسألونه ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان، يعني يسأله وش راه فلان، وش دار فلان، كيفاش راه فلان، كبر ما كبرش، تزوج ما تزوج، هكذا. وفصل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيقول بعضهم لبعض انظروا أخاكم حتى انظروا أخاكم حتى يستريح، يعني الأرواح يقولون خلوه خليه يريح، هذا وراه جم الدنيا، هذا وين جم الدنيا المتعوبة، خلوه يريح. هذه الأرواح تتكلم فيما بينها، تقول لبعضها البعض خلوا هذا الإنسان اللي جا جديد عندنا خلوه يريح، يعني لا تتعبوه في البداية بالأسئلة. يقولون أنظروا أنظروا هذا حتى يستريح، خليه حتى يرتاح، أنظروا أخاكم حتى يستريح، فإنه كان في كرب أو جزت عليه أي أمور عجيبة من خروج الروح والرواح، وحتى الدنيا ما فيها من ابتلاءات، راه كان في كرب عظيم. ثم فيقبلون عليه يسألونه ما فعل فلان، ما فعلت فلانة، هل تزوجت؟ فإذا سألوا عن الرجل يسألوا عن الناس، فلان وفلانة تزوج ما تزوج، كيف حاله، كبر ما كبرش، يسألونه عن الأحوال، وده فيه دلال على الميت ما عندوش معلومات، المعلومات تجيه من طريق الروح الجديدة التي تأتيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا سألوا عن الرجل قد مات قبله قال لهم إنه قد هلك. يقولوا له فلان، حتى يسألوا عن واحد يقولون أين فلان، يقول لهم لقد مات قبلي، ما جيش عندكم هنا، ما جيش عند الأرواح تاع المؤمنين، مات قبلي، أين هو هذا الإنسان؟ قال فقد هلك قبلي، أما أتاكم؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. قال فيعرض عليهم أعمالهم. هذا الإنسان اللي سبق الحق قبل الميت هذا ومات وما جاش عند المؤمنين، كي يعرفوا باللي مات قبله، شوف الآن ما عندهمش معلومة حتى فلان لا مات ولا ما مات، ما عندهمش معلومة الأرواح، فيسألونه يقولوا له فلان بالفلان، يقولهم هذاك مات قبلي، فلان مات قبلي، ألم يأتيكم هنا، ما جاكمش هنا؟ فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى أمه الهاوية، داوه الجهنم. وسنتكلم عن هذه الهاوية إن شاء الله في خطبة قادمة بإذن الله، داوه الجهنم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقولون فبئست الأم وبئست المربية. قال فيعرض عليهم أعمالهم فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وقالوا اللهم هذه نعمتك على عبدك فأتمها، وإن رأوا سوءا قالوا اللهم راجع بعبدك. يعني شوف الأرواح إنما هي رحيمة بالأرواح الأخرى ورحيمة ببعضها البعض، لأنها قد نزع منها الغل، عرفت الحياة الحقيقية هناك. أما مصير الأرواح إخواني الكرام نذكرها على عجالة وسنفصل فيها مرة أخرى، مصير الأرواح على الصحيح على خلاف طويل وتفصيل، وإنما هي على خمسة أنواع: الشهداء الأنبياء والشهداء والمؤمنون والعصاة والكافرون، خمسة أنواع. أما الأنبياء فكما قال عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، فهم في خير المنازل في أعلى عليين في الرفيق الأعلى، هذو الأنبياء. وأما الشهداء فهم أحياء عند ربهم يرزقون، يرزقون عند الله تبارك وتعالى، على ورود بعض الأحاديث التي تفصل هذا. من أشهر الأحاديث، من أشهر الأحاديث أن أرواح الشهداء في قناديل معلقة تحت العرش، تذهب يعني تخرج في حواصل الطير، تذهب إلى الجنة تسرح حيث شاءت ثم تعود إلى أماكنها. وفي رواية في أقبية، وفي رواية وفي بعض الأحاديث هي في أقبية على نهر، على نهر من أنهار الجنة. فهذه أرواح الشهداء. وأرواح المؤمنين تكون طيورا تعلق في شجر الجنة، أرواح المؤمنين تولي طيور تعلق في أرواح في هذه، نتكلم إحنا
حتى يقيم ربي ساعة، حتى تقوم الساعة. وأما الميت فهو جثة هامدة لا حركة لها في قبره، ما عنده حتى حركة. الروح نتاعو الفوق عند ربنا سبحانه وتعالى في السماء السابعة، في السماء السابعة، كما جاء التصريح بذلك في الحديث في رواية التي مضت معنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما المؤمن طير طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ما كاش روح تهبط يوم الجمعة لهنا، لأن الناس اليوم بدعة تخصيص الجمعة، نقول تخصيص كيخصصها الإنسان، كيخصص يوم الجمعة بشي يزور القبر، إنما جاءت من أحاديث موضوعة. قالت لنا هذه الأحاديث الموضوعة بالليل أرواح تجي يوم كل يوم جمعة، وهذا ما كش منها إخواني الكرام. لا تخصص يوم الجمعة بزيارة، عندك يوم السبت قاعد روح يوم السبت خلك، اجتنب يوم الجمعة اجتنبها. يجوز أن يزور الإنسان يوم الجمعة إذا لم يقصد التخصيص، يجوز، صح، اجتنب يوم الجمعة، لأن الناس اليوم جعلوه يوم خاصا مثل يوم العيد، والتخصيص هذا موش من ديننا، والله تعالى المستعان. وأما العصاة فيعذبون في قبورهم كما سيأتي في الخطبة القادمة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر عذاب القبر ماذا قال: فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. من نهار يموت، يا ربي عافينا ويعافيكم من عذاب القبر، من نهار يموت الإنسان وهو يعذب في القبر حتى تقوم الساعة. يعني كاين ناس راهم قرون وهم يتعذبون، نسأل الله العافية والسلامة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة حتى اليوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. وأما الكفار فمحلهم سجين، وهو موضع في جهنم، وقيل غير ذلك، سنتكلم على سجين، قيل هو حجر في تحت الأرض، وقيل هو في جهنم التي هي في السماء السابعة، وعلى خلاف أين موضعها. والصحيح الصحيح أن سجين في جهنم، وسنتكلم على موضع جهنم في موضعها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام، نكمل الحديث متاعنا: وأما وإن الكافر، يعني الآن درك الروح تاع المؤمن كيفاش خرجت وين وصلت وين انتهى بها الأمر، الآن الكافر نسأل الله العافية والسلام. قال: وإن الكافر الرجل السوء، الرجل السوء حياته كامل في السيئات والعياذ بالله، إذا احتضر أتته ملائكة العذاب سود الوجوه، لولا بيض الوجوه، بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، لا هذو الآن جايين للكافر، ملائكة واحد أخرين الآن، سود الوجوه، وجوه مسودة نسأل الله العافية والسلامة، معهم المسوح، المسوح تجمع على أمساح وهي المسح، مسوح وأمساح، وهي مفردها المسح، وهو اللباس الخشن، لباس خشين، وهذا اللباس الخشين هذا إنما يتضرر الإنسان، لا يرتاح لما يلبسه، هذا هو الكفن تاع الروح، هذه الكفن الأخرى، الكفن من الجنة، هذه لا هذه لباس خشن نسأل الله العافية والسلامة. معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر. شوف يا إخواني الكرام، لو كان الإنسان كافرا أو رجل سوء ويحتضر جهة تحب تخرج روحه ويشوف ملائكة كما هذا، يعني أي مصيبة نسأل الله العافية والسلامة. فاعملوا صالحا واثبتوا على دين الله. شوف الناس، مصير الإنسان اللي ما يصليش، مصير الإنسان اللي ما يعترفش بالله عز وجل، مصير الإنسان اللي حارب دين الله، شوف هذو عندهم مصير نسأل الله العافية والسلامة. لا تغنيهم شهرة ولا تغنيهم أموال ولا مناصب ولا تغنيهم ضحكات مزيفة في الدنيا ولا تلك الملاهي أو اللهو الذي يشتغلون به، ما يلهم شيء. هذه النقطة، هذه النقطة الحساسة التي سنمر بها، هذه المرحلة الخطيرة نسأل الله العافية والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أخرجي أيتها النفس، لولا مطمئنة هذه لا، أخرجي أيتها النفس الخبيثة، يقولون أخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، حتى الجسد كان خبيث لأن الروح كانت خبيثة، الجسد لا يمشي إلا للمعاصي ولا يفعل إلا المعاصي ولا يرضى ولا يرتاح هذاك الجسد إلا بفعل المعاصي، لذته في معصية الله، هذا هو الجسد، لأن الروح كانت خبيثة كانت تجره إلى الخبث. قال: التي كنت في الجسد، كانت في الجسد الخبيث، أخرجي ذميمة، الأخرى قالوا لها حميدة، هذه ذميمة مذمومة، نذموك ما نمدحوكش. قال: أخرجي ذميمة، أخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل، وأبشري باش بالجنة لا، بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، يعني أنواع متنوعة من العذاب أي تستنى فيك،
يعني كيف يكون حال الروح هذه؟ نسأل الله العافية والسلامة. قال فتفرقوا. هذه لما تعرف بأن مصيرها وين رايح؟ جهنم. ماذا تفعل؟ تتفرق في الجسد مليح، تزيد تلصق الروح هذيك، تلصق مليح تتفرق في الجسد. أما روح المؤمن تخرج كل قطرة من في السقاء، هذه لا، هذه تزيد تتفرق، ما تحبش يخرجوها. كي واحد راها في محطوط في الزنزانة وراح يدوه يعدموه، يلصق تما في الأرض لأنه عارف مصير وين ماشي. هذه كذلك عارفة المصير تاعها. فهذه الروح تبقى لاصقة وتتفرق في الجسد، وهذا مما سيزيدها عذابا في جذبها. هذا الشيء اللي راح يزيد يعذبها أكثر وأكثر. قال ويقول فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود. السفود هو عود من حديد يستعملوه الناس في الشواء أو غير ذلك، عود من الحديد. قيل أنه هذا العود فيه أطراف، فيه أطراف خارجة في الطرف، والدخل انت في الصوف. تصور هذه، الدخل هذاك العود اللي فيه أشواك، الدخل داخل الصوف المبلولة وتدور وتحب تخرج، تجيب الصوف كامل معك تقطعها، هذيك الصوف تقطعها من داخلها، يعني راح يزيد يشد أكثر. هكذا تخرج الروح تاع الكافر، نسأل الله العافية والسلامة. قال ويقول فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فتتقطع معها العروق والعصب. الأعصاب والعروق تاعه تتقطع من شدة انتشار وتفرق الروح في جسده. قال ويخرج منها كأن تني ريح جيفة. شوف الريح الأخرى تخرج مسك، هذه لا، كأن تني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، حتى يحطوها في ذلك الكفن. إذا خرجها ملك الموت يروح الملائكة يخطفوها خطفا ويضعوها في هذا الكفن اللي جابوهم جهنم، كفن المسوح المخصص للروح الخبيثة تكفن فيه. قال ثم يعرج بها حتى يأتون باب الأرض فيقول أهل السماء، باب الأرض أي بمعنى باب السماء الأولى، السماء الأولى، ما أنتن هذه الريح، ما أنتن هذه الريح، نتنة يعني ريح خبيثة، روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة. الريطة هي مثل الملاءة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحكي لهم في الحديث وش دار، عنده رداء ملاءة ردها على نيفه، يبين لهم باللي هو ويحكي النبي عليه الصلاة والسلام وغطى نيفه، أو يحكي على الحديث وغطى نيفه عليه الصلاة والسلام، كأنه النبي عليه الصلاة والسلام استقبح تلك الريح وشعر بها وكان عنده إحساس بتلك الريح وهو معهم يحكي لهم عن تلك القضية، وكأنه معهم وكأنه حاضر مع الملائكة يجد تلك الريح الخبيثة. فرد ريطة النبي عليه الصلاة والسلام كانت عليه على أنفه هكذا كما قال أبو هريرة، فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. كما يسموهم ذلك أسماء الشهرة، أسماء الشهرة، مغني يديروا له اسم شهرة، مطرب هذا ولا ممثل يديروا له اسم شهرة، هذيك اللي يعيطوا لك بها الملائكة يوم القيامة، كيقولوا هذه أنت ريح وأنت جسد وأنت روح، روح خبيثة جاءت من الأرض. بماذا يسمونك؟ يسموك عبد الله، يسموك عبد الرحمن، وش يسموك؟ يسموك عمر وأبو بكر الصديق. وش يسميوك؟ يسميوك بالأسماء اللي مشتهر بها أنت، كما يسميوها اسم الشهرة الذي اشتهرت به وين؟ في الملاهي وفي الأفلام والمسلسلات، هذا هو الاسم اللي يعيطولك به، الاسم الخبيث الذي كان مرجعا، إذا ذكر ذلك الاسم ذكرت معه تلك الأغاني وتلك السهرات، وكان مرجعا للذاكرة الخبيثة. هذاك الاسم هذا هو اللي راح ينادى به الإنسان يوم القيامة إذا كان خبيثا. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. قلنا عباد الله أن الروح الخبيثة يطرق بها في باب السماء الأولى، يستأذن الملائكة تستأذن لتدخل السماء حتى تعرج بها إلى الله في السماء السابعة كما فعلت بالروح الأخرى، فلا يؤذن، لا يؤذن ولو دخول سماء واحدة، لأن السماء المطهرة ممنوعة على المجرمين. السماء مطهرة، ما أطت السماء وحق لها أن تأط، السماء ثقلت وعظم ثقلها حتى أطت، يعني من شدة الثقل لما فيها من الملائكة الساجدين الراكعين المسبحين الذين يطوفون بالبيت المعمور في السماء السابعة،
يعني من كثرة العبادات والطهارة الموجودة في السماء ما تقبل الروح الخبيثة أن تدخل السماء، السماء مطهرة ما تدخلهاش روح خبيثة، وكاش لا يوجد. ولذلك الآن اليوم اللي يعيرك بالصعود إلى القمر، قل له نحن نربي أرواحا ونهيئ أرواحا في الحياة بذكر الله وبالصلاة، اللي رم يقول لك عليها هذه الصلاة لا تغني عنك شيئا، ما تبني لك عمارة ولا تطلعك للقمر. هذه الصلاة والصيام والعبادة إنما تهيئ لك روحا، روحا تصعد بها إلى السماء السابعة عند الرحمن سبحانه وتعالى. أما أنت الذي تزعم أنك تصعد للقمر والدير 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 وانت بعيد عن الله، تكفر برب العالمين، تحارب دين الله، فأنت لا ولن تدخل سماء واحدة روحك، لا ولن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لها لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. هذه كي يطرقه شكون يقول لها هذا الكلام، هذا يقولون لها ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين كفروا إلا الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل يدخل داخل الثقبة على الإبرة ما يدخلش، معناتها ما يدخلوش هما، كي يدخل كيما نقولوا احنا كي نور الملح، يعني معناتها مستحيل. كذلك الآية، ماذا قالت الآية؟ ضربت مثلا مستحيلا بمعنى ضرب من المستحيل أن تدخل روح خبيثة إلى السماء، ضرب من المستحيل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتلو هذه الآية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ما تدخلش الروح هذه إلى السماء حتى يدخل الجمل في الثقبة نتاع الإبرة، الجمل يدخل في الثقبة نتاع الإبرة ما يدخلش، إذن هذه الروح والله ما يدخلها، ما تدخلش الروح، مستحيل أنها تطأ قدمها السماء الأولى فضلا عن السماوات الأخرى. قال الله، فيقول الله عز وجل ما يصعدش عند الله، فيقول له الله ما زال ما دخلش حتى السماء، اكتبوا كتابه في سجين، ما يقولش كتاب عبدي، الأخرى اكتبوا كتاب عبدي، هذاك عبدي أو تقرب إلي وطلعته حتى السماء السابعة، هذاك عبدي حقيقة، عبدي اسمه عبدي، ولكن الآخر موش عبدي، هذا كان يعبد الأوثان، كان يعبد هواه، يعبد الدنيا، كان يعبد الخمر ويعبد الفساد، هذا عبد آخر موش عبدي أنا. قال اكتبوا كتابه في سجين في الأرض، قال النبي عليه الصلاة والسلام يقولون اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. شوف الآن، وهذه الرواية فيها دلالة على أن سجين اللي فيه تعريفات كثيرة أنه في الأرض السابعة، في الأرض السفلى بمعنى السابعة، الآخر في العليا. شوف الروح تاع المؤمن وين، في السماء السابعة تتنعم، تتنعم عند الله تبارك وتعالى، والأخرى الفاسدة الكافرة الفاسقة إنما هي في سجين تحت الأرض، في السماء في الأرض السابعة في أسفل سافلين، أسفل سافلين والعياذ بالله، هذا هو سجين، وفيه جهنم والنار، وهو كما قيل واد في جهنم تحت الأرض أو في الأرض السابعة. وذكر العلماء أشياء في سجين سنذكرها في الخطبة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال فتطرح روحه طرحا، يعني الروح تاعه تطرح طرحا من شدة ما فيها من النتانة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر. الآن خلاص حطوه في القبر، جاءت الروح تلاقت مع الجسد، ثم يصير إلى القبر فتعاد روحه في جسده ويأتيه الملكان فيجلسانه، يجلسانه في قبره فزعا، الآخر لا مرتاح، الآخر غير فزع ولا مشعوف، هذا لا، يجلسانه في قبره جي منكر ونكير ويقعدوه بالخلعة، بالخلعة والرهبة، فزعا مشعوفا، الشعف شدة الفزع وشدة الخوف، مشعوفا، فيقال فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري، فيقولان ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري، يعني في الدنيا كان ما يهم في الدين أصلا، ما يهم الدين، كان في الدنيا كان يقول ماذا يقول؟ لا ديني ولا رسولي ولا ربي، كان يقول حين اليوم وقتني غدوة، كان يقول هكذا في الدنيا. فالذي فيقولان له ما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله. واش سمعت الناس يقولوا؟ قولوا، هذه التقليد والعياذ بالله، التقليد الأعمى،
يقول لك انا لقيت بابا هكذا يدير بكري وجدودنا داروا هكذا احنا نتبعوهم. ما تقول لي لا قال الرسول لا قال ربي. انا عندنا ديننا احنا بكري هكذا نعرف انا حليت عيني شوف بابا يدير هكذا ندير هكذا. ماشي هذا هو الدين يا اخواني الكرام. الدين الحقيقي ان تتبع الوحي لانه مع الوقت مع الوقت يموتوا الناس تموت العلم عندهم يموت. ما تقدرش تديه بالتقليد. مستحيل الدين نديوه بالتقليد. وانما الدين كاين كتاب الله ربي وحافظه حتى يوم القيامه ان شاء الله. كتاب الله موجود والسنه النبويه موجوده. بالا كانك حاب صح تجاوب في القبر تبع الوحي اسمع الوحي وش يقول لك. كي تروح قال على اليقين متى على اليقين حييت وعليه متى. كي تروح هذاك اللي جاوب واش قالوا له؟ قالوا على اليقين كنت يا على يقين انت. انت باش تكون على يقين باش بقيل وقال لا لا ولا دين ابائك واجدادك لا لا باش تكون على يقين باش بالكتاب والسنه. أوعدنا الحمد لله عدنا قرآن عدنا حديث هذا كولي ربي لك اليقين. من لم يمت على يقين لن يجيب على الأسئلة ما يجاوبش مستحيل يجاوب لأنه مات على تقليد ها سمعت الناس يقولوا قلت خلاص هذا ما كان يعني لأن الدين هذا موش تقليد. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقولان له لا دريت ولا تليت قد كنا نعلم أنك تقول ذلك ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه. اسمع مليح نسأل الله يعافيني ويعافيك. ثم يضرب ضربة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق إلا الثقلين. يسمعها كل المخلوقات إلا الجن والإنس. يعني يصيح صيحة نسأل الله العافية والسلامة. يعني شوف الموقف هذاك الوحشة تاع القبر وزيدها عذاب شديد إلى يوم القيامة. فيفرج له قبل الجنة. هذا اللي كي ما جاوبش على الأسئلة هذه غير عذاب تاع ما جاوبش على الأسئلة برك. هذه ضربة هذه. قال فيفتح يفرج له قبل الجنة يشوف الجنة. كي تشوف تولي الواحد حاجة تطمعوا فيها ما تعطيها لهش يتعذب وحده يتعذب عذاب شديد. فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقولان له انظر إلى ما صرف الله عنك شوف وش راك ضيعت شوف وش ضيعت شوف وش ضيعت. ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا بعد يقولوا له جهنم يحطم بعض تأكل بعضها البعض. فيقولان له هذا مقعدك على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. فينادي مناد من السماء أن كذبا انطلق به إلى آخر الأجل حتى تأتوا به أرواح الكفار. الآن يدوه الأرواح الكفار مش أرواح المسلمين. قال فافرشوا له من النار الفراش متاع النار وألبسوه من النار واللبسة متاع النار نسأل الله العافية والسلامة. ما تغني عنه الألبسة اللي كان يشريها بالأثمان الغالية وهو كافر. قال وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره فيقال للأرض التائمي يقول لها الأرض التأمي تلمي تتلم عليه الأرض فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. جاء الآن واحد جاء عندك معك في القبر هنا من هذا من هو هذا؟ قال فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقيم الساعة. الآخر كان يقول ربي أقيم الساعة لا الآخر فرحان حاب يروح الجنة. هذا لا عارف شو يستنى فيه ما دام في القبر صرا فيه كامل هذا ما يوم قيمه وش حصره يعني عذاب شديد ولا عذاب الاخره اشد واشق. قال فيقول ربي لا تقيم الساعه. وفي روايه ثم يقيض له اعمى ابكم لا يسمع صوته فيرحمه معه مرزبه. المرزبه هي مطرقه كبيره من حديد يضرب ويكسر بها الحجر الكبير لو ضرب بها جبل لصار ترابا. يجيبوا له مطرقة تعرف المطرقة هذه يقدمنها لو كان يضرب بها جبل واحد يولي تراب. شكون راح يضرب بها؟ عبد واحد يضرب بها الآن. عذاب الله شديد يا إخواني الكرام. كما يقول العلماء عذاب الله لا تستطيع الآن أن تشعر به. ما تقدرش تستحضره ما تقدرش شيء عظيم جدا وإنما هذه صور تقريبية فقط. قال لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح. نسأل الله العافية والسلامة. كل هذا يا إخواني الكرام عندما رأينا وسنرى إن شاء الله
بعد الانتهاء من هذا الحديث وقد أكملناه، سنتكلم إن شاء الله عن أنواع العذاب في القبر وأنواع النعيم في القبر إن شاء الله عز وجل في خطبة قادمة إن شاء الله. إلا أننا نستنتج شيئا مهما، أن كل لذة من دون النار أو كل لذة من دون الجنة فانية. كل لذة ذوقها في الحياة هذه، كل مليح، تشرب مليح، تسكن مليح، تركب مليح، دير واش حبيت، كل لذة راح تديرها في الدنيا هذه فانية. هكذا تفكر هذا الشيء هذا فانية، إذا فانت من دون الجنة فانية، وش هي اللذة اللي تبقى؟ الجنة. فأنت اخدم للذة الباقية اللي فيها خالدين فيها، وما تخدمش للذة الفانية. اللذة تاعك في الحياة هذه ثانية. وأما الأخرى، الجهة الأخرى، وكل عذاب من دون النار عافية. واش عرفت تعذب في الدنيا والمشاكل والمرض وهذه الأمور، دير في بالك هذا بالنسبة لجهنم عافية، راهم عافية بالنسبة. فكل لذة من دون الجنة فانية، وكل عذاب من دون النار عافية. ولذلك يحدثني أحد الناس قال لي فعلت كل شيء من المعاصي، فوجدت أقصى ما أبذل فيه مالي ومعاكساتي من تتبع النساء وغير ذلك إنما يقضى في 7 دقائق، ثم يصيبني الندم الشديد. شو بصح كي عنده عقل واش دار هذا الإنسان هذا؟ قال لي فوجدت كل لذة في الحياة درتها، قال لي أنا عزمت وأنا شاب أن أجرب كل شيء، قال لي فوجدت كل لذة نديرها إلا وبعدها حسرة. وهذا كلام ابن القيم عنده كلام فيه جميل، قال أجد فيها حسرة في نفسي. فقلت سبحان الله، اللذة هذه ما هيش هي اللذة ليبذل من أجلها الإنسان المال والوقت في الحياة ويمضي فيها شبابه وعلى جالها يغضب عليها الرب سبحانه وتعالى، وإنما كين لذة عند الله يوم القيامة فانية غير فانية باقية، هي اللي لازم نخدمه من أجلها، هي اللي لازم تصرف فيها شبابك وصحتك وأموالك كل ما عندك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يجب علينا أن نفكر هذا التفكير وهذا المصير. أسأل الله أن يعفو عني وعنكم، والحمد لله رب العالمين.